السلام عليكم. اليوم نروح نشوفو الأشغال تحت التهيئة الخارجية على مستوى شارع الجامعة بمدينة أم بواقي، ونشوفو هذا الشارع الآن هنايا في هذه المنطقة، شارع العرب أمام جامعة العربي بن مهيدي. إذا هذه هي الجامعة هنا، وهذا هو الشارع، هذا هو الشارع هنا بمحاذاة الجامعة تاع أم بواقي. ونشوف الشارع هذايا، يعني الطول ديالو في حوالي 3 كيلومترات. هذا الشارع هنايا، إذا سوف بعد الانتهاء من الصور هذه نشوف التهيئة اللي راهي متواصلة إلى حد الساعة في هذا الشارع. إذا نترككم تشاهدون الصور نتاع التهيئة نتاع الشارع هذا، والسلام عليكم.